طبعا اليوم في صباح الأربعاء من قبل المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي كان هناك مجزرة بحق المدنيين في ناحية شيراوة بمقاطعة عفرين المحتلة. طبعا تم قتل ثلاثة مدنيين وإصابة جرحى أيضا مدنيين هم عزل. طبعا هذا الاحتلال يستمر في قتل المدنيين الأبرياء بطرق بشعة. طبعا وقبلها أيضا صار عدة مجازر منها في تل رفعت وعدد مناطق أخرى في مناطق شمال وشرق سوريا، وهذا الاحتلال هو مستمر ومطامعه كبيرة في التوسع وفي الاحتلال أكثر وأكثر، ويريد أن يعيد أمجاد الدولة العثمانية. طبعا نحن كإدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا ندين ونستنكر هذه المجازر التي يقوم فيها الجيش التركي والمرتزقة الموالية له، ونطلب من المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه المجازر والوقوف بوجه الدولة التركية التي تسعى لارتكاب المجازر في الأيام القادمة أكثر وأكثر. وهذا الصمت الدولي يشجع تركيا أيضا على الاستمرار بهذا الاحتلال، لذلك نحن كإدارة شمال وشرق سوريا أيضا ندين ونستنكر هذا الاحتلال ونطلب التحرك، ولا نطلب إدانة فقط وكلام، نريد شيء فعلي حقيقي على أرض الواقع لوقف هذه المجازر بحق الشعب البريء، بحق الشعب السوري.